في عنا هذا الفيزيكس طبعا حياة تو كويستشنز وبدنا نلقي نظرة عليهم. فإذا خلونا نبلش. هلا هون مثل ما مبين بالصورة هيدي ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 يمكن ام 5 هيدي ام 6 كأنه. فهيدي يمكن تي 0 تي 1 تي 2 هذا ريكوردينج اوف ذا موشن اوف ذا باك. الباك هو قطعة بنحطها على طاولة مثل طاولة البليار أو طاولة البينج بونج أحلى. هو هذا مثل طابة مثل حجر البينج بونج لما بيلعبوه هيك إنه ما كتير عنده فريكشن ما كتير بيزحط على هذا غالبا ما بعرف هلا بصراحة عنده ولا ما عنده ما بعرف بس ما بعرف ليش قلت هيك انا لانه معود انه يكون هيك بس على كل الاحوال باك يعني مثل هو حجر او قطعه وهالحجر عم تمشي على خط مستقيم هون والام زيرو هو موقعه والتي هو الزمن اللي كان فيها فنحن عاده بتبلش خبريتنا عاده على تي زيرو تي 1 مثلا بعد فتره زمنيه صار بموقع ام 1 فاذا هو عم يتحرك هيك صعودا الى اخره. Calculate the average acceleration of a car moving along a rectilinear path in the positive direction whose speed changes. فإذا عندي المطلوب مني average acceleration. طيب شو معنى acceleration؟ acceleration بالعربي هو التسارع مش السرعة بل هو التسارع. التسارع هو في عنا قاعدة بتقول التسارع هو بيساوي الـ velocity. هلا عم نقول average acceleration بالأخص لما نقول average يعني معدل التسارع هو نقول أنا عندي object كان بالـ M0 وبعد شوي راح على الـ M6 فرضا 2 3 4 5 6 7 راح على الـ M7 مثلا كان هون بالـ M0 راح هون على الـ M7 3 4 5 6 لحظة كيف المرة بعدهم يطلعوا غلط 1 2 3 4 5 6 فإذا راح من الـ M0 على الـ M6 فإذا شوفوا يا جماعة التسارع المعدل التسارع هو السرعة بالموقع الأخير ناقص السرعة بالموقع الأول اسمي الزمن يلي أخده من هون لهون. يعني فرضا هون كانت الساعة 8 الصبح فرضا على 8 و5 دقائق صار هون على 8 و10 دقائق صار هون على 8 وربع ساعة هون على 8 و20 دقيقة هون على 8 و25 دقيقة هون على 8 و30 دقيقة هون. فإذا المشوار كله أخذ من هون لهون قد إيه؟ نص ساعة. نص ساعة يعني 30 دقيقة بحولهم للثواني. أنا هذا السؤال من عندي أنا عم أقول نص ساعة يعني 30 دقيقة بحولهم للثواني. كيف حول من الدقيقة للثواني؟ بضرب ب60. فإذا بيطلع 30 ضرب 60 بيطلع 180 ثانية. فإذا 180 عفوا في شيء غلط أنا عم بعمله ما أني أخذوا 30 دقيقة بلا مزبوط أنا شو قلت أنا 5 دقايق ف شو اسمه 30 دقيقة 180 ثانية رقم مش منطقي 1080 شو اسمه شو اسمه 1800 ثانية بعتقد على كل الأحوال. فإذا هو نص ساعة 30 دقيقة 30 ضرب 60 3 ضرب 6 18 مزبوط يعني 1800 ثانية. فإذا أخذوا 1800 ثانية فرضا من هون لهون فإذا هيدا هو الزمن. بيبقى الفيلوسيتي بدي أشوف الفيلوسيتي بالآخر شو كانت وشوف الفيلوسيتي بالأول شو كانت. طبعا بقول شو صارت وهون شو كانت فرضا أحلى. فإذا الفيلوسيتي هون فرضا قد تكون طبعا هيدي الفيلوسيتي لما بقول فيلوسيتي بالموقع الأخير قصدي الانستنتانيوس فيلوسيتي. شو يعني انستنتانيوس؟ يعني بهاللحظة هي الفيلوسيتي شو هي تحديدا شو هي بالضبط. إذا أنا عم بحكي عن سيارة بيكون هيدي الانستنتانيوس ركزوا الانستنتانيوس مش الأفرج عم بقول الانستنتانيوس فيلوسيتي. ليه؟ لأنه في عندي أنا أفرج أكسلريشن وفي عندي انستنتانيوس أكسلريشن وفي عندي أفرج فيلوسيتي وعندي انستنتانيوس فيلوسيتي. لما بقول velocity هي ذاتها تقريبا هي ذات speed بالأخص بالصف العاشر هي ذاتها. لا في شوية فرق بس خلينا بعدين خلينا الصف ال 11 أنا نسيت أقول أنا عم بحكي مع الصف grade 10. فإذا بنرجع بعيد الـ average acceleration هي السرعة بالمكان الأخير يعني speed بالمكان الأخير ناقص الـ speed بالمكان الأول اسمه هال 1800 ثانية.
شو ممكن تكون السرعة بالمكان الأخير؟ هي فرضا على أول شيء بالمكان الأخير لازم تعرفوا شغلة، مش معناتها أنا أنه السيارة واقفة هون، ما ضروري، يمكن السيارة ماشي حتى هون بالمكان الأول، يمكن هي أصلا كانت ماشي. أوكي، فإذا أصلا كانت ماشي فأنا حيكون عندي هون فيلوسيتي منا زيرو، يعني هون قد تكون السرعة فرضا، إذا حدا منكم بيعرف يسوق سيارة أو شيء هيك، قد تكون السرعة مثلا 30 كيلومتر بالساعة، ما بعرف كم قد كم متر بالثانية، لنقول شو بعرفني، لنقول 17 متر بالثانية، عادة بهمنا كم متر بير سكند. هي هون محاولين من كيلومتر بالساعة لمتر بالثانية. فإذا لنحول من كيلومتر بالساعة لمتر بالثانية بنقسم ب 3.6، مظبوط. فيكم تحفظوها، هيدي فينا نحفظها. يعني فرضا إذا عندي 30 كيلومتر بالساعة كيف حول لمتر بالثانية؟ بعمل 30 قسمه 3.6. أوكي؟ اوكي فينا نحفظها، انا بشجعكم تحفظوها وتريحوا راسكم من هالموضوع هذا. فاذا انا عندي سرعه بالمكان الاول وعندي سرعه بالمكان الاخير، بالمكان الاخير مش معناتها واقفه، ما بعرف، يمكن واقفه يمكن لا. هلا اذا مشيت وقفت هون، ساعتها هون السرعه بالمكان الاخير حتكون زيرو. وبالعكس اذا هو اول ما بلش كان واقف، رجع انطلق دعس بنزين ومشي، يعني كان واقف هون، معناتها الفيلوسيتي هون كانت زيرو. اوكي، فكيف بعرف شو كانت الفيلوسيتي وشو صارت؟ هو بده يقول لي بالبروبلم. هون بالبروبلم نطلع، عم بيقول لي افريج كار موفينج ريكتيلينير باث بوزيتيف دايركشن. البوزيتيف دايركشن شو قصتها؟ ولا شيء، انه مثل ما بقول مثلا واي برايم او واي او هذا، في يحط الواي برايم هون تحت والاو بحطه شو بعرفني، بكب الاو بشي محل مثلا مثل ام زيرو، واي برايم وواي، والواي هون هيك مثل سهم طالع طلوع، انه هيدا بوزيتيف دايركشن. واحلالي انا سميه اكس، سمي فرضا اكس برايم هون واكس هون فوق. وحتى الاو ما كتير بهمني بصراحه موقعه، هلا بها السؤال ما بهمني موقعه، ولكن باسئله تانية بهمني. فاخر هم الاو وانا قاعد في سميه اكس برايم اكس، بيطلع كمان احلى واحلى. وهون مش مهم كمان بهالسؤال، مش مهم شو بتسموه، لانه الاكس كفاريبل ما له اهميه، انما اللي له اهميه بحسب طبيعه السؤال هون كاكسلريشن وسبيد. السبيد ما بيهمها الاكس وين قاعد، هذا نقاش شوي، هلا شوي مستوى عالي، بس شو بدكم فيه، اللي لقط الفكره لقطها واللي ما لقطها منها مشكله. فاذا في يسميه فرضا انه هيدا هو البوزيتيف دايركشن، انه بس بوزيتيف دايركشن، ما كتير بيهمني الموضوع بصراحه. هلا هون فكرته هو بالبوزيتيف دايركشن، قصده يقول كانه انه هو ماشي باتجاه واحد، هيك قصده، مش انه عم بيقدم ويرجع تقريبا هيك، يعني بوزيتيف دايركشن، او انه مش انه فرضا هو راجع رجوع. هلا ممكن تكون السياره بوزه لتحت وهي هيك طالعه طلوع، عم ارجع انا ريال مثلا، ممكن، بس ما بيهمني بصراحه. يعني بوز السياره منه مهم، مهم السياره هي كيف عم تتحرك، والسياره عم تتحرك باتجاه هيك. واحلالي هلا هون الحياه، احلالي اني احط سهم بوزيتيف هيك بهالاتجاه هيك طلوع، انه اذا فرضت السيارة ماشي هيك. مهم بلا طول سيري، كل هالمقدمات كانت ضرورية لحتى نتناقش بالموضوع. فاذا هو سبيد تشينج، سبيد عم تتغير من 120 كيلومتر بالساعة ل 130 كيلومتر بالساعة بخلال 5 ثواني. فاذا هو لما قال لي during، هون لازم افهم انه هيدا interval of time، interval يعني فترة زمنية. فمش اللحظة هون كانت الساعة 8 وهون اللحظة شو بعرفني، هون اللحظة كانت 5 ثواني وهون اللحظة صارت مثلا 50 ثانية، لا، الفترة الزمنية من هون لهون هو عطاني اياها خالصة مخلصة، قال لي 5 ثواني وريحني. كانت السرعة 120 كيلومتر بالساعة بالاول، يعني كان ماشي ما كان واقف، لو كان واقف كان زيرو. والسرعة بالاخر كانت 130 كيلومتر بالساعة، يعني كمان كان ماشي، لا بل عم بأسرع. بالمناسبة بلبنان ما بعتقد في اوتوستراد مسموح فيه السرعة اكتر من 100 كيلومتر بالساعة، فهذا اكيد عم بيسوق يا مخالف او عم بيسوق برات لبنان، مثلا باوتوسترادات كبيرة، مثلا اوتوسترادات فيها صحراء، فيها هيك شو بعرفني، فيها قادر يأسرع 120 كيلومتر بالساعة 130 كيلومتر بالساعة. اللي بيقعد حد بيو بالسيارة وبشوف بيو عم بأسرع بيعرف شو قصدي، بيطلع على الكيلومتراج هيدا وبشوف ويسأل بيو يقول له وين الكيلومتراج وهيك، بيدول له بيقول له هلا الكيلومتراج والله 30 كيلومتر بالساعة، بعد شوي هيك بعد شوي هيك. بذكر انه هال 120 كيلومتر بالساعة وهال 130 هن سبيد، هن instantaneous speed. هو ما قال كلمة instantaneous، بس هي لازم نفهمها انه instantaneous، لانه عم بيقول لي غيرت من كذا لكذا، يعني بالاول كانت شيء وبالاخر صارت شيء.
فإذا هي بهاللحظة شيء وبهاللحظة شيء. شو يعني اللحظة؟ يعني instantaneous هون هي 120 وinstantaneous هون هي 130. افترض هلا السؤال هلا صار واضح، بيقول لي السرعات هون عم يكتب الجزم بشكل مرتب، عم بيقول لي السرعات بالمتر بالثانية. طبعا أفضل 100 مرة نستعمل المتر بالثانية لأنه هي الـ SI International System، النظام الدولي لليونت للوحدات. فإذا هو متر بالثانية متر بالثانية، حولنا قسمنا 120 كيلومتر بالساعة قسمناها. هلا هيدي ضرب 10 باور 3 قسمة 3600، شو بدكم فيها؟ خلص بكل بساطة انتو قسموا 120 قسمة 3.6 بيطلع الجواب 33.33. نفس الشيء 130 هي اصلا كيلومتر بالساعة، بنقسمها دغري ضربة واحدة ب 3.6 بقوم بيطلع الجواب 36.11 متر بالثانية. بيرجع بيقول لي the variation of speed is دلتا في، بعد شو بدكم فيها؟ هي ال V2 ناقص ال V1. شو يعني ال V2؟ هي ال V الأخيرة ناقص ال V الأولى. هون هو يسميهم 1 و 2، كان في يسميهم V initial. initial هي يعني الابتدائية، تنكتب INITIAL. وهيدي ال V بدل ما يسميها V2 كان في يسميها V final، يعني النهائية، السرعة النهائية، السرعة الابتدائية والسرعة النهائية. الدلتا V دائما بتساوي السرعة الأخيرة ناقص السرعة الأولى، يعني ال V final ناقص ال V initial. هون هو سميهم 2-1، ما بيهمني بصراحة. هون أنا مثلا لو بهيك سؤال كنت بسميهم V7 ناقص V0 فرضا، بيساوي كذا ناقص كذا. طبعا اليونت حتكون متر بالثانية لأنه عم يعمل متر بالثانية ناقص متر بالثانية، حيطلع الجواب متر بالثانية. شو قصة الدلتا؟ الدلتا هيدا مصطلح علمي، عادة الدلتا هو بيشير للفرق. شو يعني فرق؟ يعني ناقص. ودائما غالبا يعني بل دائما الدلتا هو الاخير ناقص الاول، يعني اذا عمل دلتا في فهو الفي الاخير ناقص الفي الاول، اذا عمل دلتا تي يعني التي الاخير ناقص التي الاول. التي الاخير شو يعني؟ يعني الساعه 8:30 دقيقه فرضا، التي الاول فرضا الساعه 8. انا هون ما بعرف امتى بلشت القصه، لا بعرف لا الوقت البدايه شو كانت، قد ايه كانت الساعه، يعني ساعة الايد قديش كانت، واحد هيك عم طلع بساعة او بساعة التليفون قديش كانت، ولا بالاخر ساعة التليفون قديش كانت. فعطاني هو الدلتا تي، عطاني الفرق بس، عطاني يعني بس الفترة الزمنية من هون لهون 5 ثواني. واحلالي شو بدي انا بالسرعة الاولى، شو بدي بالزمن الاول والزمن الاخير، يعني الانستنت الاولى والانستنت الاخيرة، شو بدي فيهم؟ انا بيهمني الفرق فعليا، لانه هيك انا عرفت لكم قاعدة الافرج. دايما الافرج هو فرق اسمه فرق، هو دلتا في اسمه دلتا في دلتا تي، هو فرق يعني دلتا اسمه دلتا. فاذا هو فرق السرعة، يعني فرق السرعة يعني السرعة الاخيرة ناقص السرعة الاولى، اللي هو طلع 2.78 متر بالثانية، اسمه 5 ثواني. هول عم طلع معه الجواب، ما بعرف شو طلع، ننطر شوي، طلع الجواب 0.56. بدنا نحفظ اليونت تاعت الاكسلريشن، هي متر متر بير سكند سكوير، يعني و ام اسمه اس سكوير. هيدا الاي، هيدا الحرف الاي الاول هون مقصد فيه اكسلريشن، وهيدا الاي الصغير مقصد فيه افريج. ما له طعمه، كان فينا نحط هون اي وهون نكتب اف او اذر او اذر اللي بدكم اياه، او بكل بساطه بكتب بكلمتين افريج اكسلريشن ايكوال كذا اسمه كذا ايكوال كذا ايكوال كذا. هذا بيكون كافي للسؤال هيدا. الاكزامبل 14.6، بركي بعمل فيديو تاني للسؤال التاني.